قبل البدء في الحديث عن الثورات والحال الذي انتهت إليه وأسباب تعثرها والنتائج التي خلفتها، دعونا نحاول إيجاد وصف حقيقي للمرحلة التي تجتازها المنطقة العربية بعد مرور 5 سنوات على بداية شرارة الربيع العربي التي انطلقت من تونس وعمت بقية الأقطار العربية. في هذا الإطار يمكن القول دون الوقوع في خطأ المبالغة أو التهويل بأن هذه المرحلة هي مرحلة المتغيرات والتحولات الكبرى، ومرحلة الصراعات والحروب الطائفية هي مرحلة مروعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد شارفت معظم الدول العربية الكبرى على الدخول إن لم تكن دخلت فعلا دائرة خطر التفكك والانقسام والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد قاد الوضع المضطرب إلى انهيار التوازن الجيوسياسي في المنطقة لصالح أطراف وقوى إقليمية ودولية لها مشاريعها وأهدافها التي تتناقض كليا مع المصالح العربية، ومن بينها فرض معادلات سياسية وإقامة نظام إقليمي جديد متسقا مع نظرية الشرق الأوسط الجديد. إذن من الضروري والمهم معرفة مسار الأقطار العربية وإلى أين ستقودها الأحداث الملتهبة فيها. هذه المقدمة أرى أنها ضرورية لأن الأوضاع التي وصفناها بالمروعة قد جاءت أو حصلت في أعقاب ثورات وانتفاضات شعبية عمت بعض الأقطار العربية حين خرجت الشعوب مطالبة بتغيير واقعها السياسي والاجتماعي ومواجهة الاستبداد والفساد والتطلع لبناء أنظمة سياسية جديدة قوامها الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتحقيق المواطنة المتساوية التي لا تميز بين المواطنين لدوافع سياسية أو دينية أو مذهبية. وبالرغم من مشروعية هذه المطالب التي نادت بها الشعوب الثائرة، إلا أن هذه الثورات قد أخفقت في تحقيق أهدافها، وانتهى بها الحال إلى حالة من الفوضى والصراعات الطائفية والحروب الأهلية، وهو ما أثار انقساما حادا في الآراء والمواقف من هذه الثورات وحول أسبابها والنتائج التي انتهت إليها. في هذا السياق تطرح تساؤلات تفرض نفسها. الأول، لماذا فشلت هذه الثورات في إنجاز عملية التحول السياسي وبناء أنظمة ديمقراطية؟ وهل هذا الفشل يعود إلى طبيعة وخصوصية المنطقة العربية أم يعود إلى طبيعة ومقومات الدولة نفسها الرافضة أو المخاصمة للقيم الديمقراطية؟ ولماذا هناك من يصر على تحميل هذه الثورات كل الأوزار والخطايا والتداعيات السلبية التي رافقتها؟ طبعا هذا البعض يتحدث عن مقاييس الفشل والنجاح، وهو يستدعي أو يستحضر المقارنة بين فشلنا ونجاح دول مثل أوروبا الشرقية في 90ات القرن الماضي وأمريكا اللاتينية في 80ياته. هنا ينبغي أن ندرك جيدا أن الانقسام الحاصل في المواقف من الثورات يعود بالأساس إلى تضارب المصالح وتعارض الأدوار لكل الأطراف والقوى المؤثرة أو المتأثرة، وكذلك الدول الداعمة أو المناهضة لهذه الثورات. سوف لن نتوقف طويلا عند أسباب دعم ومساندة هذه الثورات، لأن لذلك قصة ترتبط بالقيم الإنسانية وجذورها الممتدة في التاريخ حول المظالم وانتهاك حقوق الإنسان. إنما ما يعنينا هنا موقف الأطراف والقوى المناوية والرافضة لهذه الثورات والحركات الشعبية التي لا ترى فيها سوى العيوب والمثالب، دون التوقف بشكل موضوعي ومنصف عند الأسباب الحقيقية لكل التداعيات السلبية التي رافقت هذه الثورات. وسوف أشير هنا إلى مجموعة من الأسباب على سبيل المثال للحصر. منها أولا سياسة الأنظمة التي ثارت عليها الجماهير، حيث تعاملت بقسوة ووحشية لا مثيل لها مع هذه الثورات عبر تغليبها الخيار الأمني والعسكري، وهو ما يعني إن هذه التحركات الشعبية قد اصطدمت بهياكل مستبدة غير قابلة أو راغبة في التغيير،
وفي التحول الديمقراطي، وقد قامت هذه الهياكل بدور عائق وتدميري ليس في مناهضة التغيير وإفشال الثورات فقط، بل قامت بخلق قوى وتنظيمات وجيوش من الانتهازيين والنفعيين الذين أججوا المشاعر والغرائز الطائفية لتشويه وضرب هذه الثورات. وقد قامت بخلق هذه القوى من العدم والنفخ في روحها من أجل الوقوف في وجه التحول السلمي. وهذا هو في الحقيقة من أدخل البلدان في الفوضى السياسية الأمنية وهيئ الأرضية للنزاعات الأهلية الطائفية وتمزيق البنى الاجتماعية الضعيفة أصلا. السبب الثاني هو اللجوء إلى العنف والتطرف والإرهاب كوسيلة لمكافحة الاستبداد، وبهذه السلوكيات والممارسات تم تقديم خدمة جليلة للأنظمة للبطش بهذه التحركات الشعبية. كما أن هذا التطرف وفر الظروف المناسبة لتنامي دور العامل الخارجي، حيث أتاح المجال لتدخلات قوى إقليمية ودولية وتأثيرها في الأحداث ومحاولة توجيه مسارها بما يخدم أهدافها وأجنداتها. صحيح أن هناك مستويات متفاوتة في استخدام العنف وأشكاله وأحجامه بين دولة وأخرى، إلا أن العنف مهما كان هو في نهاية المطاف يمثل خروجا على الخط السلمي ويقدم المبرر الذي يسعف الأنظمة في البطش بهذه الثورات. أما فيما يتعلق بالقوى الإرهابية تحديدا فهي بدون أدنى شك قد استغلت حالة الفوضى والفراغ السياسي والأمني في بعض الدول العربية لتدفع بقواها الشريرة وباستراتيجيتها الإجرامية في نشر الرعب والموت في كل مكان، وهي شريك مع الأنظمة في دفع الدول إلى نفق الصراعات والحروب الأهلية والطائفية الدموية التي لا زالت تستنزف هذه الدول وتعمق جراحاتها وتمزق وحدتها. وهو ما يؤكد حقيقة التحالف غير المعلن بين القوى الإرهابية والأنظمة الاستبدادية في مواجهة وإفشال الحراك الشعبي، بعد أن تمكنت تلك القوى من سرقة الثورات وإفسادها وتشوي أهدافها والانحدار بها إلى بؤر الصراعات والحروب. ثالث هذه الأسباب غياب أو ضعف القوى والأحزاب الوطنية وقوى المجتمع المدني وفشلها في قيادة هذه الثورات، لأنها بالأساس لم تكن حاضرة أو مبادرة في إشعالها، إنما حاولت اللحاق بها ومساندتها في مرحلة متأخرة، وهو ما أفسح المجال لقوى الشباب الذين يفتقرون إلى النضج الكافي وإلى الخبرة السياسية وغياب القدرة على قراءة المتغيرات والتوازنات الإقليمية والدولية بالرغم من تشبعهم بالحماس والحس الوطنيين. وهنا قد يثار جدلا حول مسألة عفوية هذه الثورات أم أن هذه الثورات تم التخطيط لها ضمن إطار نظرية المؤامرة. السبب الرابع بروز قوى التيارات الإسلامية على مختلف عناوينها وتلاوينها في مواجهة وقيادة هذه الثورات والسعي إلى جني ثمارها وفق أجندتها. ومعروفا أن هذه القوى رغم مقارعتها ومعاداة بعضها للأنظمة، إلا أنها لا تملك مشروعا أو رؤية واضحة للحكم البديل ولا لشكل الدولة التي يمكن أن تقام بعد التحول السياسي الجديد. كما أن هذه القوى تفتقر إلى قيادات ذات المستوى العالي من الخبرة والحنكة السياسية، وكذلك ضيق أفق استراتيجيتها في عالم شديد التعقيد، إضافة إلى النزعة الإقصائية التي تميز علاقة هذه التيارات بالقوى السياسية الأخرى المختلفة معها في الرؤية السياسية والفكرية. السبب الخامس الاستعجال في جن ثمار الثورات والانتفاضات ورفع سقوف المطالب دون أي حساب للتوازنات المحلية ودون تبصر للعواقب التي يمكن أن تنعكس سلبا على المجتمع وعلى الحراك الجماهيري نفسه، خاصة عندما ينقسم المجتمع على نفسه وتطفو كل الخلافات الكامنة على السطح وتنفجر على شكل خلافات طائفية أو عرقية، وهو ما سمح ويسمح لقوى الثورة المضادة باختراق هذه الثورات. بينما المطلوب قدرا أكبر من الوعي السياسي والوطني والتمسك بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني للعبور بالثورة أو الحراك إلى بر الأمان. ولعل هذا الأمر يمثل أحد أهم دروس هذه الثورات والحراكات الشعبية الذي يجب تعلمه، وهو عدم إمكانية نجاح أي ثورة أو حراك
في ظل انقسام أي مجتمع، والذي يشكل انقسام المجتمع طبعا أحد رهانات الأنظمة الحاكمة في قمع هذه الثورات وإيجادها. هذا إضافة إلى ضرورة وجود حد أدنى من الاتفاق بين كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية على المبادئ العامة الحاكمة لهذه الثورات، وكذلك حول النتائج التي يمكن أن تتمخض عنه. ومن هذه المبادئ الاتفاق على شكل وصيغة النظام السياسي وسقف الإصلاحات السياسية الممكنة، وإدراك خطورة تدويل القضايا الوطنية، وكذلك مبدأ رفض العنف والتطرف وحرمة دماء المواطنين كافة، والامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي والطائفي، واحترام حق الاختلاف، وأخيرا رفض التسييس كل ما هو غير قابل للتسييس مثل الدين أو المذهب أو القضاء أو الإعلام. السبب السادس والأخير، التعويل على دعم ومساندة القوى الدولية مثل الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها من القوى الخارجية، والثقة المطلقة فيها، وربما ذلك يعود إلى سوء أو خطأ قراءة القوى السياسية لمواقف هذه الدول التي تحتكم إلى المصالح ولا تحكمها ثوابت أو معايير أخلاقية. وهذا يمثل في الحقيقة جهل بالوجه الآخر للسياسة وتحالفاتها الانتهازية عند هذه الدول، وقد يعود ذلك إلى تلقي بعض القوى السياسية إشارات أو وعود بدعم التغيير والتحول السياسي في هذا البلد أو ذاك، في الوقت الذي بات واضحا أن لهذه القوى الدولية استراتيجيات الخاصة في تعاملها مع هذه التحركات الجماهيرية، وبما يخدم أهدافها في إعادة رسم المنطقة وتغيير خرائطها القديمة وإقامة دول وكيانات وفق المحاصصة الطائفية والعرقية، كما هو حال العراق النموذج الذي قدمته هذه الدول للديمقراطية المزعومة. ما نريد أن نصل إليه في ختام هذه الورقة هو أنه رغم هذه العوامل التي تقناها حول تعثر أو إخفاق الثورات، إلا أنه من المبكر إصدار أحكام نهائية على هذه الثورات، خاصة وأن ساحاتها لا زالت مشتعلة وتفاعلاتها تتصاعد، حيث من الصعب التكهن بشكل نهاياتها ونتائجها، وربما سوف يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى نستطيع تقييم إخفاقاتها أو نجاحاتها بصورة عادلة ومنصفة. الثورات لم تنجح صحيح، ولكنها لم تفشل بالمطلق أيضا، سوى في بعض التوقعات والآمال المرتفعة غير الواقعية. وعلينا عدم لوم الشعوب التي ثارت وعدم الكفر بقدرتها على أحداث التغيير في يوم ما، فهذه الشعوب قد قامت بدورها الطبيعي في مواجهة الظلم والاستبداد والسعي نحو الحرية والعدالة والمساواة، وإن هذه الشعوب قد قامت بتحدي قواعد اللعبة القديمة التي رسمتها الأنظمة وحدها، وتحكمت في مخرجاتها لعقود طويلة، وكسرت بذلك حواجز الترهيب والخوف. إن هذه الثورات والانتفاضات الشعبية رغم ما خلفتهم النتائج قد نختلف أو نتفق في تقييمها، فإنها بدون شك قد فتحت الأبواب مشرعة أمام الدول العربية لطرق أبواب الديمقراطية والدخول مستقبل أفضل خال من الاستبداد والتخلف ومن مخاطر شرور الطائفية، بعد أن كشفت هذه الثورات هشاشة البنى السياسية وضعف التماسك الاجتماعي الوطني، وهو ما يؤكد أنه ليس هناك ثورة أو حراكا وطنيا ما لم تكن أهدافه ومشاريعه وطنية ديمقراطية جامعة وموحدة. بهذه الرافعة وحدها يمكن أن ينهض أي وطن وأي مجتمع، وبهذه وحدها يمكن سد كل الفراغات التي يتسرب منها التطرف والإرهاب وكل التدخلات الخارجية ومشاريعها المدمرة. وعلى كل الدول والمجتمعات الغارقة اليوم في وحل الطائفية أن تصحو من هذه الكوابيس، وتدرك جيدا أن كل المشاريع والصيغ الطائفية لا مكان لها على خارطة المستقبل، وأن المستقبل فقط مع وحدة ومكونات هذه الدول وحصول كل واحد منها على حقوقها كاملة دون نقصان، وأي فهم أو سلوك قاصر في هذا الاتجاه يفرض علينا إعادة صياغة العلاقة بين هذه المكونات والاعتراف بأنها جميعا أجزاء أساسية في كيان وطن واحد، ولعل ذلك يمثل أحد أبلغ دروس الثورات العربية. وشكرا جزيلا.